السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، والله يرزقكم الصحة وطول العمر، والله يرزقكم بداك الشيء اللي كتمنوا في خاطركم، والله يسهل على الجميع. بالنسبة للكيكة كنحتاجوا 3 البيضات، كنحتاجوا كاس سنيدة ديال أتاي، بالنسبة للعبار سنيدة والزيت كاس ديال أتاي يعني كاس صغير، وكندير كاس ديال الزيت نفس الكاس اللي عبرت به سنيدة، وكنحتاجو كاس ديال العنبة ديال الشوكولاط مر مخلط مع الماء دافي. انا بقالي واحد شويه في الكاس، غنزيد عليه شويه الماء، ها انتما كما كتشوفوا. نذكر كاس ديال العنبه ماشي كاس صغير، كاس ديال العنبه في ديال في الشوكولاط المر، الشوكولاط المر درت معلقه كبيره مع الماء دافي، درت شويه الملح، واحد فاني فاني. دابا نخلطوا الخليط ديالنا، من خلطنا الخليط حصلنا على هذا الشكل، هذا خلطنا حصلنا على هذا الشكل هذا حتى كيتروى الخليط. ودابا كنضيفوا الزلافه ديال الطحين، كنضيفوا الطحين شويه بشويه، ما كنضيفوش كلشي بدقه، كنضيفوا شويه شويه ديال الطحين وكنخلطوا. حنا كنضيفوا الطحين حنا كنخلطوا، كما كتشوفوا كنضيفوا شويه ديال الطحين وكنخلطوا. حنا كنستمروا هكا حتى نكملوا الطحين ديالنا. بالنسبه لهذا القياس، هذا المقادير هذا اللي درت، كنحتاجوا زلافه ديال الطحين، كنخلطوا خليط كل مع بعضياته، كنضيفو خميرة الحلوى. أنا هاد الخميرة هادي كنضيف وحدة، الخميرة العادية كنضيفو جوج جوج، كنخلطو كل مع بعضياته. كنزيدو الطحين اللي باقي، كنخلطو مزيان. بالنسبة للخلاط، في الأول البيض والسنيدة والزيت كتخلطيه في مولينيكس، ومن بعد كتخلطي ملي كديري الطحين كتخلطيه بخلاط يدوي. صافي كنحصلوا على هذا العجين على هذا الشكل. من بعد عندهن قالب ديال الحلوى، أي قالب عندكم كتستعملوه، أنا عندي هذا القالب دهنته بالزيت وغادي نرشو بالكوك. بالنسبة لهذه المعلومة هذه، أحسن أنا بالنسبة للتجربة اللي درت، بأن أي كيكة ولا بسبوسة ولا كيكة أي نوع كان، دهنيها القالب دهني بالكوك أحسن، أحسن من الطحين. الطحين تيبقى لاصق في الكيكة وكتضطر بعض المرات كتبقى تحيديها بالموس، داك الطحين ما كيجيش زوين. من أحسن تجريبية من احسن الكوك، الكوك كيجي ما ماشي بحال الطحين، جربوها وردوا عليا الخبر، كيجي زوين وما ما كتلصق ما والو، وكتجي حسن من الطحين. من دهنا بالكوك، دابا كنصبوا الخليط في القالب، كنصبوا الخليط في القالب. من بعد كنكون فران على درجه الحراره 200، كنشعل تحتاني، كندير الكيكه ديالي طيب من تحت، ملي كنحس بها قربت طيب من تحت كتكون هي طلعات الكيكه، عاد كنشعل عليها من الفوق باش طيب من الفوق ومن تحت. ها كيفاش كتجي الكيكه،
كتجي زوينه ولذيذه، والنسمه ديال الشوكولاته واعره وهشيشه واقتصاديه، يعني ما فيهاش المقادير بزاف. ها ملي طابت الكيكه ديالها كيفاش كتجي، شوفوا لاحظوا بان ملي كديري طحين كيفاش كتخرج الكيكه، هذا الكوك شوف كيفاش كتخرج. بالنسبه للتزيين انا درت الشوكولاته ودرت معاه دانون صغير ديال فاني، الشوكولاته ذوبته في حمام مريم وضفت عليه دانون صغير ديال فاني. من بعد كنخلط كل شيء، كنخلط الشوكولاته مع دانون كما راه تشوفوا بحال هكا. بغيتي تخليه شويه بحال هكا في البيض والكحل، بغيتي تخلطيه كله تيولي كحل ماشي مشكل. من بعد كنزوقوا الكيكه ديالنا، كندير لها الشوكولاته كما كتشوفوا. بالنسبه للشوكولات مع دانون كتجي النسمه رائعه رائعه. ومن بعد كنزوقوها بالكوك، كترشيها بالكوك. ها كيفاش جات الكيكه ديالنا، كتجي زوينه ولذيذه وهشيشه. وبصحتكم وراحتكم وقبلوا عليا، نتمنى هاد الكيكه ان شاء الله تعجبكم. انا نقطع واحد الطرف ديال الكيكه باش نذوق نشوف تشوفوا الشكل ديالها قدام عينيكم. نقطع واحد الطريف كما العاده ديما تذوق. ها انتما راه في المنظر ديالها كتبان راه مهشيشه ما مدقسه ما حتى شي حاجه. وبصحتكم وراحتكم وقبلوا عليا، خليتكم في رعاية الله، مع السلامة، ردوا البال راسكم، في رعاية الله، دمتم في رعاية الله.